هاي البنات، شوفوا نحن عندنا من الهام المول. شوف فجاتنا شي شا شوف نجحتنا، شوف الباجي نوز تانا كفاجات. وكا انا ننشرها ونوريكم طريقة التزيين تاعها كيف تكون. نقسمها هكذا اون دو ولا اون تخوان يحسب شحال جاتني. نوريكم نخطو الباجي نوز تاعي. واش نبدا نديرو لها سيرو الماء والسكر تاعنا اللي طيبناه. ها هي البنات نبدا نشرب فيها هكذا، نشرب مليح لاجينواز تاعي هكذا. ما تجيناش هي بتجيكم شويه شمخه ماشي ناشفه. شوفوا معايا ندير كميه بالطريقة. هكذا 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 كما كتشوفوا البنات الطبقة الأولى. نشوف نوري معكم كامل التزيين كيف يكون. هاي البنات شوفوا كيف غادي نواسيو فيها. دوكا واش نديرو؟ نحكمو لاباي دو تاعنا. وعندنا هنا خلطنا شوية من هاديك لاجينواز قسمتها، ودوكا ندير لها نخلطها مع الكاوكاو ولا الشيكولا نتوما واش تحبو. نبدا نلصق فيها في هذو الجوانب هكذا بهذه الطريقه لابوش تاعنا، ونبدا ونشبحو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هكذا الجلي تاعنا. ونعمر هذه هكذا هذا الفراغات هنا نديرها يشترك هكذا بهذه الطريقة يا بنات هكذا. نخليوها في الثلاجة به أنا شوف راني قصصت الفاكهة. نتوما واش حبيتو تزينوها؟ انا عندي شويه تاع الفراوله ومشمش، نبدا نشبه فيها هكذا. نكملو بهذه الطريقه لايك. هاي بنتي الصغيره شوف يدخل لكم تنساوش اللايك. قولوا لي لها قولي لهم لايك سبسكرايب. قولي عيد ميلاد سعيد للطفوله كامل والناس كاع والاطفال اطفال العالم. ان شاء الله راكم معنا مع